كنوزينا. صباحكم دقلة وحليب ومرحبا بيكم في كنوزينتنا. باش نقترحوا عليكم اليوم خبزة جاتو التفاح. وشرط الخبزة هذه هو انها بعد ما نطيبوها لازم نقلبوها في صحن بلا باش نلقاو وجهها الحقيقي. كيفاش نحضروها؟ ملا خذوا ورقة وستيلو واكتبوا المقادير. 3 ولا 4 تفاحات مقصوصين دي ترانش جويدين يعني دي لاميل، 120 غرام سكر للكراميل، وبالنسبة للجاتو 150 غرام سكر، 200 غرام زبدة طرية، وثلاثة عظمات وساشي خميرة متاع جاتو، 175 غرام فرينة، 100 مليليتر حليب. أول حاجة نحطو 120 غرام سكر في كسرونة ونخليه يذوب على نار هادية من غير ما نزيدوه حتى شيء، ونحركوه بمغرفة لوح كل مرة لين يذوب السكر الكل ويولي كراميل، وردوا بالكم لا يتحرق. وقت يذوب يولي سائل نصبوه في المول متاع الجاتو اللي لازم ندهنوه بالزبدة. بعد ما نصبوا الكراميل نزيدوا الرص وفوقه لي ترانش متاع التفاح ونحطوهم منظمين بجنب بعضهم لين يتغطى القعر متاع المول. وقتها ناخذوا صحفة غارقة نصبوا 150 غرام سكر وال200 غرام زبدة الطرية ونخلطوهم بالخلاط مليح، ونزيدوهم 3 كعبات عظم، الساشي متاع الخميرة، وال175 غرام فرينة وشوية الحليب، ونكملوا نخلطوا مليح الخليط هذايا ونصبوه فوق التفاح. وندخلوا الخبزة هذه للفور على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة لين تطيب مليح. وقتها نخرجوها ونخليوها تبرد 10 دقائق قبل ما نقلبوها في البلا، ونتحصلوا على خبزة جاتو منظرها مزيان برشا. نقصوها دي ترانش مع كافي ولي وتاكلوا بالشفاء. كنوزينا.